أجواء جميلة هنا في ألمانيا وبالتحديد في مدينة فولفسبورغ في ملعب اللقاء ملعب فولكس فاجن أرينا، في حضور جماهيري كبير جدا من عشاق ومحبي الماكينات الألمانية. حكم اللقاء هو الحكم الاسكتلندي بوبي مادن، حكم هذه المباراة عمره 40 سنة وهو حكم دولي من 2010. على بركة الله نبدأ أحداث الشوط الأول. المنتخب الألماني صاحب البيت صاحب الدار وصاحب المكانة الكبيرة يكون على يمين الشاشة بهذه التقليد الأبيض، والمنتخب الصربي الصربي أضيف هيكون على يمين الشاشة بهذه الأحمر. نتمناها ساخنة، نتمناها ممتعة، نتمناها كالعادة مليئة بكل الإثارة. تشكيل ألمانيا النهاردة في المباراة، تصويبة يا الله على البداية، يا الله على البداية، تحرك وانطلاقة ناحية الباك اليمين وهو اللاعب كريستمان، لاعب متميز جدا ولاعب مشاهدين عمره تلاتنبرغ، اثنين قلبي دفاع زولين وبجواره يوناتان. انه يا سادة لوكا يوفيتش رقم 9 تصويب، ولكن تصل لحد فات راح وهرب اللاعب براند، باص امامي ولكن قوية في ايد كيمش، تحضيره باصة ناحية اللاعب الالماني لراسانيه، مهارة روسيا في العام قبل الماضي، انطلاق الدفاع ورا ناحية الباك اليمين على طول كلوستمان، ولكن في صفارة في فاول ادرك 14 وولا بقدم السنيد لمسة عرضية تعدي ولكن ناحية حارس مرمى تلعب حلوة يوليان ابراند ودفاع ناحية يحتل المركز الاول. الباصة والهجمة والجملة خطيرة، تصويب ولكن دفاع بقدم على طرق لعبة قدم ليايتش راسية والهدف جول، الهدف جول جوه جول، الهدف الاول من راسية ذهبية للنجم الكبير لوكا يوفيتش، يعملها ويولعها ويشعللها ويتقدم الان المنتخب الصربي على المنتخب الالماني بهدف اول جميل في الدقيقة 12 من الزمن الشوط الاول. هذه الركنية وهذه العرضية الساحرة بدون اي مشكلة خطيرة، يوفيتش اللمسة بدون خطورة من سلام روعة من هالستنبرج، عرضية ودفاع رائع جدا من الباك اليمين ليشوا كمش، باص امامي وتقطورة لتيموفين نار. هذا اللاعب متألق، هذا اللاعب مشاهدينا في هذا الموسم في الدوري الالماني مع نادي فرانكفورت، سجلت خطورة عرضية جميلة والراسية والمتابعة الدفاع روعة لسجماء لألمانيا، كرة طولية عالية فوق والراسية والموها لمسة رائعة حلوة لتيموفين نار والهدف الصدق الاستحواذ. كل هذا الكلام للألمان، الباص للباك اليمين ركابينا يطلع كرة أمامية وراسية من يونا، الماكينات الألمانية السادة لمسة ديفين نار قوية، طالي برانت بعرضية في أحضان الحارس الصربي مارك طلع وهرب لصانيه منطقة خطورة صانيه، تصويب ودفاع ممتاز كالعادة السيتي وتألقه في هذا الموسم. الهجمة مرة ثانية تعدي خطيرة دفت هرب لفين على اليمين، عرضية تعدي ودفاع رائع لروا صانيه وعرضية ودفاع كالعادة رائع من لروا، عاوز يعدي عدى فات ولكن عاقب زولا مع كرة اللاعب زولا تعدي ورا الحارس مرمى ماركو دوماتروفيتش. اما المنتخب الصربي في بطولة دوري الامم الاوروبية كان موجود في التصنيف الثالث، لمسة برانت عرضية تعدي ولكن بعيد، اصغر لاعب في الملعب هو اللاعب رقم 23، انطلاقة سريعة بمهارة فردية ولكن الدفاع تصل لحد على طول امامية حلوة، باص جميل لكلوستمان عرضية المرة تصويب والهدف جول، مش ممكن يا الله على طول بندقان عالية فوق عصام الدفاع طلعوها مرة ثانية، جاشنوفيتش على اليمين حلوة خطيرة بعرضية ولكن في ايد الحارس الألماني، عرضية ساحرة بدون خطورة الجماعية والهدف مش ممكن مش معقول. أحلى وأجمل حاجة بص شوف المنتخب الصربي بيعمل إيه، جماعية وتفاهم، العب على الجناب، لعب على الجناب، الكعب والدفاع الروعة من دفاع بوبي مادن، كرة عالية رأسية متابعة مش ممكن مش معقول، في اخطاء دفاعيه قاتله موجوده في اداء منتخب المنشات، اخطاء قتاليه اخطاء دفاعيه قاتله. ادي العاده مره ثانيه، ادي ادم اليايتش على طول عرضيه راسيه النجم تيمو فينر، ولكن في النهايه المنتخب الصربي ماتياس جينتر
خطير عرضية الدفاع منتخب خطورة لمسة، لكن الدفاع خطورة لمنتخب صربيا، عرضية روعة والهدف، ولكن تعدي فين؟ بعيدة جدا جدا بقدم داركو لازوفيتش، العرضية الساحرة ونتيجة جميلة الخطيرة بالنسبة، هجمة خطيرة سريعة منتخب خطورة يوفيتش، الهدف الكبير لوكا لهان الشمبرج مع الكورة باك الشمال ثلاثة، عرضية ولكن الدفاع من فينا مع الكورة عاوز يعدي عرضية، ولكن الدفاع ممكن رائعة وتقطع العرضية والدفاع مرة ثانية، دفاع في لقطتين والهدف سبع لقطات، تغيير كمان اللمسة الأولى على الشمال، سانية مع الكرة، سانية عدى سانية، لسه في خطورة لكن تعدت تلعب برا الملعب، تلعب برا الملعب، ركنية لصالح المنتخب الألماني، لمسة أولى خطيرة بقى هنشوف نتابع الركنية عالية فوق والراسية تعدي تصويبة قدم النجم الرئيس، تلعب بره بعيدة، تلعب بره تبقى ضربة مرمى، ضربة ملاكي طبعا، هذا المنتخب عليك مهارة فردية خطير، الهدف جول يا مش ممكن، يتألق هذا حارس المرمى، تألق لحارس المرمى الحارس دوميتروفيتش، المهارة الكبيرة موجودة على طول عالية فوق، راسب الدفاع تعد تصويب، ولكن رئيس على الشمال على الشمبيرج والتصويب والراسية والهدف مش ممكن، راسية ضعيفة جدا جدا من الراسني في ايد الحارس ماركو دوميتروفيتش، ثاني والكعب والهدف جول، والهدف جول مش ممكن، كورة ليتش مع كورة باصة ولكن قصيرة تترد ورا للحارس. خطيرة الرئيس العرضية بره والتصويب المهارة والهدف جول جول جول، التعادل التعادل التعادل، منتخب المانيا يعود للمباراة ويسجل الان الهدف الجميل، هدف التعادل بقدم النجم جوريتسكا، تصويبة صاروخية قوية على يمين